طيب دكتور معتز، يعني موقع الفيسبوك زي ما أمن لكل الناس، واحد منهم أنا وأنت، يعني قالوا لنا في برايفسي، في خصوصية لكل شخص عنده أكاونت أو موقع خاص فيه على الفيسبوك. شو ما حط صور، منع أشخاص معينين إنه يشوفوا هالصور، فإنه ما بيقدر يشوفهم، ولكن هاي الخصوصية يعني ممكن اجتيازها، وبالتالي هاي ما خصوصية، ما في أمان لهذا الموقع. صحيح. بالإضافة إنه في شيء جديد صار على الفيسبوك، مسموح إنه إذا أي شخص عنده موقع على الفيسبوك فينه إنه مثلا أي حدا شافه على موقع جوجل بيقدر إنه يعرف إن هذا الشخص صحيح. هذا الموقع صحيح. خاص فيه. صحيح. خبرنا على المعلومة هاي اختراق تام للخصوصية كل شخص. هي إحنا ما بنسميها، في طبعا طريقتين للاختراق هنا. هي اختراق تام مثل ما تفضلت أنت، إنه ممكن عن طريق هاكر معين يدخل في اليوزر نيم والباسورد. لكن الاشد من هيك واللي المعلومه اللي بيجهلها الكل، انه انا لو انا عندي صور معينه على الفيسبوك وانا عامل برايفسي مثل ما عملت ازهار، برايفسي شديده كانت عندها، بس ممكن هي الاشخاص اللي بتضيفهم عندها هم اللي يشوفوا صورها. فممكن واحد من المتسببين هو يكون احد الاشخاص اللي اضافته. يعني انا لو عندي بالفيسبوك 30 شخص، انا صوري ما حد بيشوفهم، بس ال 30 شخص بيشوفوا صوري، فممكن واحد منهم اللي يسرق الصور وينشرها. بس اذا انا عامل برايفسي بالحل هاي ما بنقدر نلوم الخصوصيه، هي صار انتهاك للخصوصيه، بس مو السبب بيرجع للفيسبوك او عيب معين موجود. وموضوع جوجل، موضوع جوجل هلا طبعا خدمه جديده هلا بين بالفيسبوك وجوجل. طبعا اكثر الصفحات اللي عليها زوار، يعني اذا عندك صفحه معينه مثلا بيزوروها اشخاص كثير عاده، هاي الصفحه بتكون اسرع من غيرها من الصفحات في النزول في الجوجل. يعني انا ممكن يكون عندي فيسبوك عندي 20 او 30 شخص، يعني بيدخلوا علي بالجوجل ما حد بيشوفه، بس الناس اللي عندهم 100 او 150 شخص او 200 شخص، وفي ناس كثير بتبحث عنهم بالفيسبوك، ممكن يكونوا موجودين بالجوجل. يعني بالنسبه للشكاوى التي تقدم بأي مشكلة بتتعرض إلها فتاة أو شاب من الفيسبوك، عادة أنا سمعت كذا حالة إنه بيقدموها عن طريق إيميل ببعتوه أو بريد رسالة إلكترونية ببعتوها لشركة الفيسبوك، وممكن يتجاوبوا معهم إنه يحضروا هذا الشخص، أو هناك طريقة أخرى ممكن إنه توصل لمحاكم رسمية، ممكن إنه يكون في هناك تلبية؟ في طريقتين هنا. أول شيء الشكاوى للفيسبوك، للأسف الفيسبوك حسب المعلومات اللي نشروها اليوم عندنا 400 مليون مشترك بالفيسبوك حول العالم. كانوا 200؟ كانوا طبعا السنة الماضية كانوا بحوالي 280، فالسنة صرنا ب 400. طبعا نشرة جديدة جدا، هذا الضعف، ضعف الرقم وما زال بازدياد. الدول العربية 20 مليون تقريبا. فالفيسبوك يعني تخيل كم الهائل من الإيميلات اللي ممكن تجيهم. فممكن تبعتي إيميل اليوم للفيسبوك الرد يوصلك خلال 30 يوم على الأقل. على أقل تقدير. والمحاكم بكل المحاكم تجاوب؟ المحاكم إذا عرف الجاني طبعا اكيد المحاكم تتدخل، وحصلت فعليا عندنا في دبي بشباط الماضي. احد الاشخاص نشر بعض الصور لصديق خلاف بينهم، وتم النظر فيها وحالتها محكمة دبي وأخذوا فيها قرار. يعني هي صارت فعلا في دبي من شهر شباط الماضي. لكل الجرائم الإلكترونية اللي ممكن يعني تصير بالمواقع سواء كان الفيسبوك أو غير الفيسبوك، أو غير إذا عرف الجاني. طبعا هذا الشخص اللي اختلس الصور أو نشر عليها تعليقات معينة فاعترف، يعني ما أنكر. طيب. إذا عرف الجاني أكيد القانون بيتدخل بالموضوع. طيب نعتبر الفيسبوك صديق ولا عدو؟ والله هو صديق وعدو بنفس الوقت. أجمل ما في الفيسبوك أنه استطاع أن يخلق جيل، هذا الجيل قادر أن يعبر عن نفسه بدون مقص الرقيب. طبعا استطاع لهالسبب بيعتبروا الناس الفيسبوك صديق أكثر مما وعدوه. طبعا استطاع هذول الأشخاص أنهم يشكلوا جماعات أو ذو اهتمامات مشتركة، سواء اهتماماتهم كانت ذو بعد اجتماعي أو ثقافي أو سياسي أو ديني أو غيره. وعدو، عدو طبعا مثال أزهار. صح، هو مثال كافي وواضح. نعم. طيب بما انه حكينا وذكرت هلا ازهار، يعني دائما الهاكرز او اللي بيخترقوا مواقع الانترنت لاشخاص معينين عندهم مخاطر، خبرنا عنهم شوي. قد ايه هاي المخاطر ممكن تلجا لاي شخص موجود حاليا بالاستديو او المشاهدين عم بيتابعونا، وايضا كيف فينا نحمي انفسنا منهم؟ اكيد طبعا اول شيء احنا عندنا عده امور انا ذكرتها في البدايه، انه الشخص الهاكرز لازم يكون عنده معلومات بيستند اليها. يعني الهاكر مستحيل مثلا يدخل على ايميل رولا اذا ما عنده ايميل رولا. مستحيل يدخل مثلا، طبعا الهاكر اذا ما عنده ايميل رولا، يعني انا شخص تماما ما يعني انا بدي مثلا افترض اني انا هاكر وبدي ادخل على ايميلك او بدي اعمل هاكينج على الكمبيوتر عندك، فانا لازم يكون عندي وسيله يعني ادخل فيها بالكمبيوتر. اذا انا ما بعرف ايميلك فعلى اي اساس بدي اعمل هاكينج؟ طيب. فممكن اللي بيلجأ للهاكرز دائما، ليش انا بحكي، انه ممكن يكون اقرب الناس او معلومه تلقاها من اقرب الناس لك. يعني انا ممكن لصديق او صديقه لك ممكن اخذ ايميلك ونحاول نعمل له هاكرز. طيب وبالنسبه لاجهزه الكمبيوتر؟ يعني بالنسبه نفس الطريقه، انه عمليه الخطر ايضا في عمليه الشاتنج، انه ممكن دردشه ممكن. طبعا انه يرسل ملف معين على اساس انه صوره او اغنيه او شيء، فعند فتحه طبعا
بيكون كمبيوترك صار تحت رحمة الشخص اللي بعث لك الفايل. في حدا هاكرز تعرض لموقعك الخاص أو لإيميلك الخاص؟ أنا شخصيا لا، عادة بكون حذر زيادة عن اللزوم. يعني نصائح بتقدم لنا إياها لنكون حذرين، يعني شغلات معينة عشان ما نخسر كثير أشياء بتكون بالنسبة للمحادثات. طبعا هي الأكثر شيء منتشر بيننا، يعني اللي هي عملية المحادثات سواء عن طريق الماسنجر، إنه ما يتقبلوا أي فايلات من أشخاص ما بيعرفوهم. ما بيثقوا فيهم تماما. حتى لو كان الفايل يظهر أنه صورة أو أغنية أو ما شابه، إذا الشخص ما بنعرفه 100% وعديم الثقة فما نستقبل منه أي فايلات. الشيء الثاني والأهم عن طريق الإيميل. حاليا صار تيجي الإيميلات أكثر كفاءة، أكثر دقة، بترك معين أو بخدعة معينة. ممكن الإيميل يكون من البنك اللي بتتعاملي معاه أنت، بس هو فعليا مو من البنك، بيسألك عن إنه بيكون مثلا البنك الفلان بيبعت لك إيميل إنه you have to update your information، لازم تعدلي بياناتك. أوكي، طبعا هو بيضع شعار البنك وبيضع تفاصيل البنك، بس بحاول ياخذ معلومات حسابك حتى يستولي على حسابك. ممكن يكون أصلا ما عندك أنت حساب بهذا البنك. نعم، يعني أي جهات مجهولة فينا ما نتقبل منهم أي رسائل إيميلات. بالضبط. إلكترونية. بالضبط. شكرا كثير لك دكتور معتز لتواجدك معنا وقدمت لنا نصائح أنا حطبقها بالنسبة لي. إن شاء الله. شكرا كثير. شكرا.